في عمل ميداني تشاركي مع فرقة الدرك الوطني لحماية الممتلكات الثقافية المحمية في زيارة عمل إلى جميع المواقع الأثرية، يعني كان لإبراز المخطط الأمني، وكذا خرجة ميدانية للتعرف على مدى تجسيد وجاهزية هذه المواقع لتكون في جانب مؤمن وفي جاهزية لاستقبال الزوار. في الفرقة تسعى جاهدة للتدخل لباقي الوحدات العاملة أو التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك الوطني السابق ذكرهما. فالفرقة تعمل على 24 ساعة على 24 ساعة. فمؤسسة الدرك الوطني وضعت تطبيقيات منها الشكوى المسبقة في PGN وMDN والرقم الأخضر 1055 تحت تصرف المواطنين.